منظمة الصحة العالمية حذرت من استخدام بودرة التلك لأنها بتحتوي على مواد ممكن تكون بتسبب السرطان. صحيح منا، تعالوا نعرف تفاصيل أكتر مع حضراتكم من دكتور جمال مصطفى سعيد، أستاذ جراحة الأورام بكلية طب قصر العيني. صباح الخير يا دكتور. يعني مدى صحة وعلمية هذه التقارير والأبحاث اللي بتتكلم عن تحذير منظمة الصحة العالمية من بودرة التلك اللي احنا بنستخدمها يعني في بيوتنا المصرية وتحديدا مع الأطفال بشكل يومي، ايه حقيقة العلمية انها ممكن تكون سبب من مسببات الإصابة بالسرطان؟ بودرة التلك دي مستخرجة من التلكوم. التلكوم دي مادة طبيعية بتطلع من المناجم يعني، ومكونه اساسا من خليط من المغنيسيوم والسيليكون ومعاها الاكسجين. الماده دي ماده لما تبقى ماده نقيه بتستخدم لان لها تاثيرات لطيفه على الجلد. بتستخدم في الاطفال وبتستخدم عند السيدات برضه احيانا لهذا الغرض لانها تمتص الرطوبه وبتدي احساس بالانتعاش. اذا كانت الماده دي ماده نقيه فما فيش فيها مشكله خالص، وعلميا هذه مستبعدة من موضوع انها تكون مسببة للسرطان. انما احيانا لما بتكون المادة دي مختلطة بشوائب وخصوصا مادة خاصة اسمها الاسبستوس، يمكن حضرتك سمعت عنها. مادة الاسبستوس دي برضو بتطلع من المناجم ودي مادة طبيعية، انما بتبقى على هيئة شوائب موجودة مع مادة التلكم اللي بتطلع منها بودرة التلكم. المادة دي هي مسبب المشاكل الطبية كلها اللي احنا بنتكلم عليها. المادة دي أصلا مادة مكونة من ألياف دقيقة وخاصة للصدمات، وتستخدم في حريق إطفاء الحريق وفي العربيات والصناعات الثانية. المادة دي هي المادة اللي عليها الإشكال، والمادة دي لها تأثيرين، يا اما يعني عن طريق الاستنشاق او عن طريق انها تتحط موضوعيا على مكان ما في الجسم. ده اللي خلى بعض الشركات المنتجه لبودره التلك دكتور تتحول لاستخدام نشا الذره في التركيبه العلميه اللي بتستخدمها لبودره التلك. هو دور الشركه هي مش منتج، هي مش مصنعه، هي بتاخد الفورمولا دي وتطحنها وتعديها وتبيعها. فعلميا هذه ليست ماده صناعيه ممكن الواحد يخاف منها، لكنها ماده طبيعيه. الماده الطبيعيه دي لو تم فيها ثوائب ماده الاسبستوس فثبت علميا انها علاقه بنوعين من السرطان. لو كان عن طريق الاستنشاق ارتفعت الرئه عن طريق نسبه فلترات الرئه، ومش الرئه لوحدها، الرئه والغشاء المحيط بها اللي هو بيسموه غشاء الفلورا. انما بودره التلك الموضوعيه اللي احنا بنحطها بقى على الاطفال وبنحطها احيانا بعض السيدات بتحطها على منطقه البكيني، فدي لما تكون نقيه ما فيش منها ضرر، انما لما تكون مختلطه بماده الاسبستوس بترفع نسبة فلترات المبيض لدرجة كبيرة. دي حاجات مثبتة علميا. الحديث بقى انه بيدرسوا دلوقتي هل التحولات السرطانية دي مرتبطة بمجرد التلامس مع الجسم ولا لها تأثير جينية، وده بيعملوه دلوقتي عن طريق دراسة تأثير هذه المادة اللي هي مادة الأسبستوس مش بودرة على الجينات بتاعت الخلايا، ودي في مزارع خلويه وبيدرسوها ولحد دلوقتي لم يثبت ان لها علاقه بسيطة. انما في نوع من التكامل الاعصائي او التأييد الاعصائي بحدوث سرطانات الرئه مع الاستنشاق وسرطانات المبيض مع التلامس مع الجلد. دكتور جمال، يعني كلام عن الصبغات الصناعيه اللي بتتحط شويه او تضاف على الاغذيه والمشروبات ومدى انها ممكن تسبب سرطان على المدى البعيد. ده صحيح. وثبت دلوقتي انه حضرتك الصبغات الملونات اللي بتضاف على الاكل ودي لها تاثير ضار جدا، لما حضرتك تلاقي محطوط مشروبات صناعيه لونها احمر واخضر صحيح
او تحطها على الشيبسي اللي يطلع ملون مثلا، او بتضاف الى اللحوم ومنتجات الالبان عشان تديها الوان. هذه المواد مواد خطيره جدا، وانا يعني بستغل المؤاخذه بالذات حضرتك لانك تدي توعيه للناس ان هذه المواد في منتهى الخطوره. الالوان الصناعيه مواد في منتهى الخطوره، ويجب انه نتجنبها وخصوصا بالنسبه للاطفال الصغيرين. اشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال مصطفى سعيد، استاذ جراحه الاورام بكليه طب قصر العيني، على المداخله وكل المعلومات القيمه اللي حضرتك قلتها لنا.